بص، هو انا عارف ان لو سألتك مين افضل ظهير ايسر في تاريخ كرة القدم على طول وبدون تفكير هتقول لي روبرتو كارلوس. طب لو انا بقى جيت قلت لك ان روبرتو كارلوس نفسه قال عن مارسيلو انه افضل منه في التحكم في الكرة ويستحق يكون الوريث الشرعي له، وكمان انه واحد من افضل لعيبة كرة القدم البرازيلية في التاريخ، فانت بقى تتفاجأ اقول لك لا استنى، ده مش بس كارلوس، ده بعدها اسطورتين زي مالديني ومارادونا اللي وصفوا بانه افضل لاعب في العالم في مركزه بسبب براعته الهجومية ودوره الكبير في الملعب وبس يا سيدي. والمفروض بقى ان بعد الكلام ده اقول لك ان مارسيلو من امهر اللعيبه في تاريخ كره القدم وروح ساكت، ولكن لان الكلام على اللاعب بقيمه مارسيلو لازم نسرد قصته بشكل كامل، بيها نبرز نقط كتير بتاكد انه الافضل في مركزه عبر التاريخ. مارسيلو بقى كان من مواليد البرازيل سنه 88، بدايته بقى كانت في ناشئين نادي فلومينسي سنه 2002، وبعدها اتدرج في مراحل الناشئين لحد ما موهبته تلفت نظر مدرب الفريق الاول اللي في 2005، على الرغم من ان مارسيلو ساعتها كان 17 سنه، الا انه صم على صعوده للفريق الاول، وفعلا موسم 2005 2006 يكون الاول لهم على الفريق الاول، الموسم اللي فيه مارسيلو شارك في 30 مباراه، وعلى الرغم من انه باك شمال اللي انه عمل كل شيء في الكوره وفوق كل ده سجل 6 اهداف، والنتيجه الموسم اول عظيم لمارسيلو تكون السيد على المنتخب تحت 17 سنه في كاس العالم 2005، البطوله اللي فيها مارسيلو ما شاركش اساسي ولكن لا ينسى له اداؤه اللي بيه صعد المنتخب للنهائي، وتحديدا بعد تسجيله هدف في الفوز على تركيا في قبل النهائي، واللي بيصعد البرازيل لمواجهه المكسيك في النهائي اللي المكسيك كسبته بكل سهوله. ولكن بغض النظر عن الهزيمه، فظهور مارسيلو في البطوله دي اكد على انه احد افضل المواهب في العالم، والنتيجه ان مع نهايه الموسم البرازيلي بقى وتحديدا في يناير 2007 يدخل ريال مدريد في الصفقه بمبلغ وصل ل 6.5 مليون يورو مقابل انضمام صاحب ال 18 عام، وفعلا تتم الصفقه وبدايته مع ريال مدريد تكون من الدور الثاني، الفتره اللي كانت معروفه بانها فتره تحضيريه للاعب، وساعتها على الرغم من انه شارك في 6 مباريات فقط الا ان اسمه يكون موجود في تتويج الريال بالدوري، وده بقى مهم وكل حاجه. ولكن الاهم بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه مارسيلو ابهر العالم كله بمهاراته والتنوعيه اللي كان بيقدمها، وساعتها على مدار ال 32 مباراه اللي لعبهم في الموسم صنع 3 اهداف، وبعيدا بقى عن الارقام اللي هيكون ملهاش اي دور في تحديد مستواه في المراحل اللي جايه، ولكن واجب ذكرها، وده بقى اللي ياخدنا لتتويج الريال بالدوري للمره الثانيه على التوالي في وجود مارسيلو. ولا استنى، ده الموسم ما انتهاش على كده، بعدها تجيله سيدة للمنتخب في اولمبياد بكين، البطوله اللي مارسيلو فيها لاعب اساسي في جميع دقائق المنتخب، وكمان سجل هدف في الفوز على الكاميرون في ربع النهائي، واللي بقى يكون واحد من اسباب حصول المنتخب على الميداليه البرونزيه بعد الفوز على بلجيكا في مباراه تحديد المركز الثالث. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه مارسيلو بقى اعلى بكتير من الاول، لدرجه انه شارك في 34 مباراه سجل فيهم 5 اهداف وصنع 4، ولكنه ما يكونش واحد من اسباب فوز الريال بالسوبر المحلي، البطوله الوحيده للريال في الموسم ده. ولا ده استنى، ده مش الموسم ده بس، لا ده كمان الموسم اللي بعده، الموسم اللي على الرغم من ان مارسيلو كان بيقدم احد افضل اداءاته وكمان كان سجل 9 اهداف وصنع 4، الا ان برضه يكون موسم صفر على الريال، الفريق اللي بعد ما كان بيمر بفتره صعبه جدا قرر يغير قوام الفريق بالكامل، وفعلا القصه الحقيقيه تبدا من موسم 2010 2011، الموسم اللي فيه مارسيلو شارك في 50 مباراه صنع فيهم 10 اهداف وسجل 5، وده بقى مع المتعه البصريه اللي كان بيقدمها يخلوه واحد من اهم اسباب تتويج الفريق بثنائيه الدوري والكاس المحلي، وساعتها على الرغم من خروج ريال مدريد من نص نهائي دوري الابطال، الا ان مارسيلو مش بس يكون موجود في التشكيل المثالي للبطوله، لا ده كمان يكون موجود في التشكيل المثالي للليجا، وبعدها يجي للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يدومه للتشكيل المثالي حول العالم، وده اللي بيه بقى يتم تاكيد انه الافضل في مركزه. ولكن للاسف بقى اللي حصل ده مش قمه مستواه، لانه بدا الموسم اللي بعده بشكل اقوى، وبعيدا عن انه صنع 10 اهداف وسجل 3، فهو عمل اداء متوازن جدا بشكل كبير، والنتيجه انه يكون واحد من اهم اسباب تتويج الريال بدور ال 100 نقطه الشهير، والكلام ده بقى مع تالقه مع المنتخب في اولمبياد لندن 2012، واللي بيها قدر يساعد المنتخب في الحصول على الميداليه الفضيه بعد الخساره من المكسيك في النهائي، كل ده بقى ياكد على وجود مارسيلو في التشكيل المثالي في العالم من الفيفا، وده بقى كان شيء جميل. ولكن الصعب كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي بدأه مارسيلو بالاصابه في اوتار الركبه، والنتيجه انه شارك على مدار الموسم في 19 مباراه سجل فيهم هدف وصنع الثاني، وحتى ريال ساعتها يخرج من الموسم كله بالسوبر المحلي فقط. ولكن الحدث الاهم في الموسم ده هو انضمامه للمنتخب في كاس القارات، البطوله اللي فيها على الرغم من ان مارسيلو كان راجع من الاصابه ليها، الا انه قدم افضل اداء له مع المنتخب، وتحديدا بعد صناعته الهدفين في الفوز على ايطاليا، واللي خلوه واحد من اسباب وصول المنتخب لمواجهه اسبانيا في النهائي اللي اتكلمنا عنه بشكل ادق في حلقه بيدرو هتلاقيها في القناه. ولكن المضمون بقى هو فوز البرازيل بثلاثيه في وجود مارسيلو، اللي كاس القارات بالنسبه له يكون اول بطوله له مع المنتخب، ومن هنا بقى التاكيد على انه افضل لاعب في العالم في مركزه، بدا يتجاوز مراحل الجماهير ودخل في مراحل اللعيبه، يعني مثلا هتلاقي ان مالديني ساعتها وصفه بانه الافضل في الحاله الدفاعيه وكمان الهجوميه، وده بقى شيء كويس، انما الكارثه كانت في ان افضل ظهير ايسر في التاريخ واللي هو روبرتو كارلوس قال على مارسيلو انه عنده قدره اكبر مني في التعامل مع الكره، واكد كمان انه الوريث المثالي له، والحقيقه بقى ان لو كنت مكانه المفروض كنت اعتزل بعد الكلام ده، ولكن ساعتها مارسيلو بقى قرر يعلي على العالم كله، وبدا موسم 2013 2014 بشكل افضل، وبعيدا عن انه صنع 8 اهداف وسجل 2، فهو ساعتها مش بس كان سبب في فوز ريال مدريد بكاس الملك، لا ده التالق الحقيقي كان في دوري الابطال، البطوله اللي فيها على الرغم من الاصابات الا ان مارسيلو يلحق النهائي واللي كان ضد اتلتيكو مدريد، ولكنه في اول مباراه كان على الدكه، وبعدها ينزل كبديل في الدقيقه 60، عشان بعدها يجي وقت الراسيه الاشهر في تاريخ دوري الابطال، الراسيه اللي بيها المباراه تروح للاكسترا تايم، وبعدها بدا يجي جاريث بيل يسجل هدف التقدم
التقدم، وبعدها يستمر التوتر في المباراة لحد ما يجي وقت أفضل ظهير أيسر في العالم اللي دخل بنفسه وسجل هدف تأكيد فوز الريال باللقب الغائب من سنة 2002. ولا استنى، ده القصة ما انتهتش على كده، ده بعدها تجيل السودان للمنتخب في كأس العالم، البطولة اللي فيها البرازيل كان ماشي كويس جدا في اتجاه حصاد اللقب لحد مواجهة الماكينات الألمانية في قبل النهائي في المباراة الأشهر والأسوأ في تاريخ الفرقتين، والنتيجة هو إن البرازيل بعد ما أخد 7 من ألمانيا يروح ياخد 3 من هولندا، وكل ده على الأراضي البرازيلية. وساعتها على الرغم من كل ده إلا إن مارسيلو ينضم للتشكيل المثالي لكأس العالم، عشان بعدها بقى مارسيلو يقضي موسم 2014 2015 بالمشاركة في 53 مباراة، صنع فيهم 10 أهداف وسجل 4، وبيهم لعب دور أساسي في تتويج الريال بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، واللي بيهم تكتمل الثلاثية العالمية. وعشان تكمل بقى، فمارسيلو ساعتها ينضم للتشكيل المثالي في العالم من الفيفا، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه على الرغم من إن مارسيلو عانى من إصابات كتير إلا إنه كان ليه دور أساسي في تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال للمرة الثانية آخر 3 سنين. وساعتها على الرغم من كم الإصابات إلا إن مارسيلو ساعتها يدخل التشكيل المثالي للدوري والتشامبيونز ليج وأوروبا كلها، ومع آخر الموسم يتم انضمامه للتشكيل المثالي للعالم من الفيفا للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه. ولا استند العظمة دي استمرت في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه مارسيلو شارك في 47 مباراة، صنع فيهم 13 هدف وسجل 3، وساعتها يبدأ الموسم بالفوز بالسوبر المحلي وكأس العالم للأندية، وبعدها يفوز بالدوري، وكل ده بقى كوم، وأداؤه في دوري الأبطال ده كوم تاني. البطولة اللي فيها صناعة مارسيلو الهدف الرائع لرونالدو على بايرن ميونخ يخليه واحد من أهم أسباب وصول الفريق لمواجهة اليوفنتوس في النهائي في المباراة اللي اتكلمنا عنها بشكل أدق في حلقة بوفون وما نزوجتش هتلاقيهم في القناة. ولكن المضمون بقى هو تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال بعد الفوز برباعية منهم هدف من صناعة مارسيلو، اللاعب اللي الموسم الثاني على التوالي ينضم للتشكيل المثالي للدوري ودوري الأبطال والاتحاد الأوروبي وكمان العالم كله، وأخيرا برضه يتم اختياره كأحد أفضل 11 لاعب في الموسم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. وشايف أنت بقى كل الكلام ده أهو نفس الكلام ده اللي حصل في الموسم الثالث على التوالي، ولا يختلف فيه غير إن مارسيلو شارك في 44 مباراة، صنع فيهم 11 هدف وسجل 5، وبرضه يلعب دور أساسي في تتويج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة للسوبر المحلي، وده بقى كان عادي. إنما اللي ما كانش عادي هو أداؤه مع ريال مدريد في دوري الأبطال، الأداء اللي من وجهة نظري هو أفضل أداء قدمه مارسيلو على مدار مسيرته. واللي هيسألني بقى إزاي أقول له إن ساعتها مارسيلو مش بس سجل 3 أهداف وصنع 2 لحد النهائي، لا ده كمان في النهائي نفسه اللي كان ضد ليفربول قدر يصنع هدفين منهم الهدف الخيالي لجارس بيل واللي بيتم تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال المرة الرابعة آخر 5 سنين، وساعتها برضه مارسيلو يدخل التشكيل المثالي لجميع البطولات اللي شارك فيها وحتى كأس العالم على الرغم إن البرازيل خرج من ربع النهائي، إلا إن برضه تم اختياره في تشكيل الأحلام. ومن هنا بقى تبدأ مرحلة جديدة في حياة مارسيلو، مرحلة فيها كل الظروف كانت ضده، وده ما كانش لأنه وصل لسن 30 ولكن لأكتر من سبب، والنتيجة إن في الموسم ده يشارك في 34 مباراة يسجل فيهم 3 أهداف ويصنع 6، وساعتها الريال يخرج من الموسم بكأس العالم للأندية فقط. والحقيقة إن الوضع الصعب ما كانش في الموسم ده بس، لا ده كمان كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه مارسيلو شارك في 23 مباراة، صنع فيهم 7 أهداف وسجل 2، وعلى الرغم من الإصابات إلا إنه ده ما يمنعوش إنه يكون واحد من أهم أسباب تتويج ريال مدريد بثنائية الدوري والصور المحلي. ولا استند الأصعب بقى كان في الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه مارسيلو شارك في 19 مباراة فقط، أغلبهم كان بديل، وساعتها ما عملش أي شيء، والحقيقة إنه ما كانش هو بس، لا ده الفريق كله ما عملش أي شيء، والنتيجة إنه يكون موسم صفر على الريال. ولكن على الرغم من كل ده إلا إن الأجمل كان من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، المنظمة اللي اختارت مارسيلو مش بس أفضل ظهير أيسر آخر 10 سنين في القارة، لا ده كمان يتم اختياره كأفضل لاعب في مركزه آخر 10 سنين ولكن في العالم كله، وده شيء تاريخي بكل المقاييس، والحقيقة إنه كان يستاهل كده وأكتر كمان. ولكن بقى لحسن الحظ إن التاريخ ما يقفلش بابه لحد هنا، لأن في الموسم اللي بعده على الرغم من إنه شارك في 18 مباراة أغلبهم كان بديل، إلا إن ريال ساعتها مش بس يتوج بالدوري والسوبر المحلي، لا ده كمان الفريق كله ينفجر ويعمل أحد أفضل النسخ في تاريخ دوري الأبطال، النسخة اللي اتكلمنا عنها بشكل أدق في حلقة بنزيما هتلاقيها في القناة. ولكن المضمون هو تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال للمرة الـ14 والخامسة في وجود مارسيلو، اللاعب اللي معاه نهاية الموسم تكون نهاية عقده، وكان في كلام بإنه هيعتزل ولكن هو رفض وقرر قبول عرض أولمبياكوس اليوناني، النادي اللي مارسيلو بدأ معاه موسم 2022-2023 بطرد، وبعدها يشارك كبديل في 5 مباريات فقط، وده لحد انطلاقة كأس العالم. ولكن ده طبعا ما ينفعش ينسينا أرقامه اللي هتكون إلى وقت إعداد الفيديو واللي فيها مارسيلو شارك مع الأندية في أكتر من 562 مباراة، سجل فيهم أكتر من 41 وصنع برضه أكتر من 103، وفاز فيهم بالدوري الأسباني 6 مرات وكأس الملك 5 مرات والسوبر المحلي 3 مرات، وده محليا. أما بقى عالميا فهو فاز بالدوري الأبطال 5 مرات وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي 4 مرات لكل بطولة، وده مع الأندية. أما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في 77 مباراة، سجل فيهم 8 أهداف وصنع أكتر من 12 وفاز معاهم بكأس القارات 2013، وطبعا كل ده ما ينفعش ينسينا إنجازاته الفردية، الإنجازات اللي بيها يستحق يكون الأفضل في مركزه عبر التاريخ. وحتى لو في نظرك مش الأفضل، فأعتقد إن اللي مش هنختلف عليه إنه يكون حرفيا واحد من أفضل 3 لعيبة في مركزه عبر التاريخ. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن الفيديو الجاي. سلام.